مثل ما سمعت اليوم كنا بنقرأ بإنجيل مرقس في إصحاح 12 حدث فريد، حدث فلسي الأرملة حتى يشجعنا بحب العطاء مثل الأرملة الفقيرة، وبيحذرنا من العطاء بروح الرياء والكبرياء والتظاهر مثل الكتبة وفريسين. وهون بتكمن أهمية البحث في موضوع ووقائع النص الإنجيلي حول هذه المرأة أو هذه الأرملة في مرقس الإصحاح 12. بعد دراسة وقائع النص الإنجيلي منستنتج أنه النص بيتمحور حول نقطتين. النقطة الأولى هي العطاء، والنقطة الثانية هي روح العطاء. ومن هون منتساءل ليش الإنسان بيقدم عطايا للرب؟ شو أهميتها؟ وكيف بيقدم العطايا حتى تكون مرضية لربنا؟ السؤال الأول، ليش الإنسان بيقدم العطايا لربنا؟ بيعلمنا الكتاب المقدس إنه أصل كل عطية هي مبادرة إلهية، كما جاء في تعليم يعقوب الرسول في رسالته الإصحاح الأول والآية 17. فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من علا من عند أبي الأنوار. فربنا هو اللي بيعطي الجميع القوت والحياة، ومثل ما بيقول المزمور 22، سيأكل الوضعاء ويشبعون ويسبح الرب ملتمسوه. وهو ربنا اللي له المبادرة في عمل الخلاص، مثل ما منشوف في حوار يسوع مع المرأة السامرية لما قال في يوحنا 4، لو كنت تعرفين عطايا الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لسقيته أنت فأعطاك ماء الحياة. وكشف لنا الآب عن محبته للجنس البشري بحيث جاد علينا بابنه الوحيد، فالله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والخلاص. إنجيل يوحنا إصحاح 3. ومنلاقي كمان بولس الرسول بيتساءل، بيقول برسالته إلى روميا الإصحاح 8، إن الذي لم يظن بابنه الوحيد بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ويقول كيف لا يهبا لنا معه كل شيء. في إنجيل متى الإصحاح 20 منلاقي أنه يسوع حبذ عطاء شخصه كاملا، كما جاء في تصريحه يفدي بنفسه لجميع الناس، وإذ هو خبز السماء الحق الذي يعطيه الآب، فإنه يبذل جسده من أجل حياة العالم، إذ يقول أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. ويقول أيضا الخبز
الذي سأعطيه أنا هو جسدي اللي منتناوله، فكلوه لتحيوا وليحيا العالم. إصحاح 6 من إنجيل يوحنا. وبذبيحة المسيح استحق يسوع أنه يفيض علينا الروح القدس الموعود به، مثل ما بنقرأ بأعمال الرسل إصحاح 2، هبة الله العظمى. فبالتالي بيخطئ الإنسان لما بيدعي أنه هو بيسبق النعمة بالعطاء بسخاء. وعلى هالأساس فأنه أول موقف ينبغي الإنسان أنه يتخذه هو أنه ينفتح لعطية الله، ولما بيقبل العطية يصبح أهلاً لسخاء أصيل ولممارسة العطايا بدوره. وإنما كما يقول يوحنا: عرفنا المحبة بأن ذاك قد بذل نفسه في سبيلنا من أجل البشرية، وعلينا نحن أيضاً أن نبذل نفوسنا من أجل إخوتنا. أما هدف تقديم الإنسان عطايا لله فهي الاعتراف بسلطان الله والتكفير عن خطايانا الشخصية وطلب مرادات الله. فلما منعترف بسلطان الله ونعمته الوفيرة، كان بني إسرائيل بيقدموا البواكير والعشور والذبائح، وقدموا أيضاً عطايا للتكفير ونقض العهد. ولإعادة مرادات الله علينا ومنذ ذبيحة المسيح اللي هي فداء نفسه اللي هي عطية الله للعالم، مثل ما بنقرأ بإنجيل يوحنا: وعطية العالم لله كما يقول معلمنا في رسالته للعبرانيين. أرملة في بساطة عبادتها بتعطي الرب كل شيء بتملكه، بتعطي وهي الفقيرة. أما الكتبة بيطالبوا الآخرين بالعطاء ليختنوا هم، الأغنياء يضعون تبرعاتهم كي يراهم الناس، أما الأرملة الفقيرة فقد ألقت حاجتها كي يراها الرب يسوع فاحص القلوب. هذا الفرق والمقارنة بين المرأة وبين الكتبة والفريسيين. النقطة الثانية: شو هي دوافع العطاء؟ أعزائي، المسيح ما بيطلع علينا شقد منعطي، فهو لا يحتاج لا لأموالنا ولا لشيء، لأن كل شيء به وله قد خلق. ولكن المسيح بينظر إلينا أنه كيف عم نعطي. لم يكن ينظر إلى العطايا أياً كانت قيمتها، لكنه كان بينظر إلى الأغنياء، وكان ينظر أيضاً إلى الأرملة، مهتماً بالقلب وليس بالحجم ولا بالمبلغ. ربنا أعزائي بيهتم فينا أنه نحن كيف عم نعطي ومش قد عم نعطي. وهذا الشيء اللي شافه في هذه المرأة، امرأة مسكينة تضع فلسين قيمتهما لا شيء، أما بالنسبة لله ما أعطته هو كنز كبير، لأنها أعطت ما كانت تحتاج إليها أو إليه من أجل حاجتها. نحن ما منقدر نقترب من مقدسات الله، والله بالتالي ما بيتطلع إلى تقديماتنا إن كانت غير نابعة من قلب متسم
بالحب بالله والحب تجاه الآخرين. الله ينظر في حال القلب والدوافع والطريقة اللي منتصرف فيها. وبهذا الشكل العطاء هو عطاء القلب الداخلي. المرأة كان مالها قليل لكن حب كبير، حب عظيم. لقد عبرت المرأة عن حبها وعن عطاء ذاتها، فرضي الله عنها أكثر من رضاه على الأغنياء الذين عملوا ما في وسعهم لكي يرى الناس سخاء عطائهم. لذا فإن ما هو هام عند الله هو كيف يعطي الناس تقديماتهم. اللي بهم الرب في الدرجة الأولى ليس شو بيعطوا الناس، بل كيف عم نعطي. والنقود بحد ذاتها ما إلى أي قيمة في ملكوت ربنا. فيسوع بيطلع إلى دوافع المتبرعين، وكما يقول معلمنا في رسالته إلى كورنثوس: لأنه متى وجدت الرغبة لقي المرء قبولاً حسناً. النقطة الثالثة والأخيرة اللي بحب أحكيها، شو هي قيمة العطاء؟ قيمة كل عطاء حقيقي هو التضحية. قيمة العطية ليست بمقدارها بل بالروح التي قدمت من أجلها. كرر مرة ثانية هالفكرة، قيمة العطية مش بمقدار العطية بل بالروح اللي تقدمت من أجلها هاي العطية. لأن الله يطلب الإيمان لا المال، والعطية اللي تقدم بتذمر وللافتخار بتفقد قيمتها عند ربنا. بكلمة أخرى، إن المرأة الأرملة الفقيرة بتعلمنا إنه هي أعطت آخر شيء تملكه، أفرغت جيبها لله لا ليراها الناس بل ليراها الله، أفرغت ذاتها من ذاتها فامتلأت من نعمة الله التي لا يحصل عليها إلا الفقراء. الفقيرة صارت مليئة بالنعمة الإلهية، والأغنياء صاروا فارغين، كما ورد في نشيد التعظيم لسيدتنا مريم العذراء لما قالت: شبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرفهم فارغين. خلاصة قصة المرأة اليوم ذو الفلسين، فتحت الأرملة الفقيرة الباب أمامنا جميعاً وأمام جميع المؤمنين حتى ندرك مفهوم العطاء الحقيقي، وصارت لنا معلمة في العطاء. إنه عطاء القلب الداخلي الذي يفرح قلب الله، ومش مجرد العطاء الظاهري. أعيون الرب بتلاحظ كيف منعطي. الرب لا ينظر فقط إلى ما نعطي بل ينظر كيف نعطي. إن الله يرانا وبيشوف كل اللي بيظنوا أنه في حدا بيهتم فيهم، وعلى هالأساس من يعطي عليه أولاً ألا يتظاهر بأنه يعطي أكثر مما يعطي حقيقة. وثانيا، من يعطي ألا يعطي الرب أكثر مما يملك. إن الأرملة أعزائي لم تلقي في الخزانة ثلاثة فلوس بل ألقت فلسين فقط. وأخيرا، لنعطي بدافع الاعتراف بفضل الله
والتكفير عن خطايانا وطلب مرادات الله. من يعطي فليعطي فرحا، كما جاء في تعليمات بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، فليعطي كل امرؤ ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مكرها، لأن الله يحب من أعطى متهللا. بختم عظتنا اليوم أعزائي بالدعاء لربنا أنه يساعدنا حتى نعطي الفاضل من حاجتنا، أن نعطي للذين هم في أمس الحاجة للفاضل. ساعدنا كي نتقاسم خيراتنا وما في حاجتنا على خطى الأرملة الفقيرة التي ألقت في الخزانة ما حاجتها، فنكون على صورة الله بالذات. وبختم عظتي اليوم برسالة معلمنا إلى كورنثوس الإصحاح 9: فأنتم تعلمون جود ربنا يسوع المسيح، فقد افتقر لأجلكم وهو الغني لتختنوا بفقره. ولإلهنا كل مجد وتكريم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.